وطبعا زي ما كريم قال الجمباز من الرياضات اللي فعلا لازم نقف عندها ونقول عامله طفره في الفترات كمان الاخيره بشكل كبير جدا. قبل ما حديثنا انا بحب دايما ابدا من النشء، يعني لو هنتكلم عن السن اصلا لبدايه دخول الجمباز او ممارسه هذه الرياضه، وهل بيختلف من ولد لبنت صغيرين ولا السن بيكون واحد كستارت؟ هو بدايه التدريب بيفضل تبقى 4 سنين، 4 ولاد وبنات، عشان يبقى فيه بس جزء من الاستيعاب. هو كده كده الطفل لما يبقى عنده 4 سنين بيبدأ يستوعب، بيبدأ يتكلم معاك، تبدأ تديله انستراكشنز معينة ينفذها. خصوصا ان المرحلة السنية دي هي مرحلة بتحب فيها الولد او البنت التواجد في المكان، مش مرحلة تدريب قد ما هي مرحلة تعايش مع المكان، ان هو بيبدأ يسمع لأبسط حاجة من التعليمات بتاعت المدرب او الناس اللي موجوده في المكان، تقف فين تقعد فين. عمليه نظاميه في الاول وفي الاخر، وبعدين يبدا نحط الشغل التدريبي اللي يأهله بعد كده يتدرج عشان يخش في رياضه الجمباز اللي هي مسافتها في الاعداد طويله جدا يعني. اوكي، يعني سن النموذجي للبدايه سن 4 سنين. احنا قبل ما نخش بقى في اي كلمه منافسه او مش منافسه، طبعا ده التجهيز نبدأ للي بس جاي كده. اوكي طيب، احنا برضو عارفين ان حضرتك محكم دولي في رياضه الجمباز، وانا شخصيا عارف ان انت بكره ان شاء الله مسافر بالسلامه ان شاء الله. هتشارك في بطوله ايه اللي هت عندنا بكره ان شاء الله باذن الله؟ الاتحاد المصري للجمباز ربنا يوفقه، رئيس الدكتور ايهاب امين، تم اختياري ان انا اطلع احكم بطوله افريقيا. معموله فين بقى المره في جنوب افريقيا ان شاء الله. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. اوكي. المؤهله للاولمبياد. اوكي. وهي بطوله العالم المؤهله للاولمبياد. فده هيشارك فيها بطوله بتسلم بطوله. احنا عندنا النظام ان انت مثلا عشان تروح بطوله العالم لازم تلعب بطوله افريقيا وتجيب رانك معين عشان تتاهل للبطوله المؤهله للاولمبياد. اوكي. ده نظام تابع للاتحاد الدولي. تبقى البطوله تحت اشراف الاتحاد الدولي للجمباز. فباذن الله رايح باذن الله بكره ان شاء الله تحكيم البطوله، هي مده 6 ايام، ونرجع باذن الله ان شاء الله باذن الله المنتخب منصور باذن الله يا رب، ومعانا لعيبه من الاهلي باذن الله بتلعب في نفس في المنتخب. نتمنى التوفيق لجميع لعيب المنتخب ان شاء الله.